السلام عليكم. اليوم كنت واجد في هذه المنطقه اللي هي بارده بزاف وكنتمنى نشوفوا الناس كي كيقفوا. والله تبعوني ما عمرهم شافوا هذه البرد. شوفوا الناس اللي ما مولفينش البرد كيفاش عايشين مع هذه الاجواء. تبعوني البرد هنا كيطيح. شحال تقيسر لابسه؟ اربعه تقاسر. المهم اربعه تقاسر اللي لابسه الناس راه مكبطين هنا وكاين واحد السيد كيصور معاك. اوا الله تدير لي غدير نجمو معنا جمال بونحيره. جمال بونحيره مخرج ديال الافلام الامازيغيه وغنسولوه واخا هو كيدير الروبورتاج نسولوه ان شاء الله. وكنتمناو من سي جمال لهاد شحال تقيشره لابس على هاد المبادرات هادي وفي القليل شحال دريكو لابس؟ وشكرا لكم جميعا. شحال دريكو لابس؟ جوج. وشحال تقيشره؟ وحده زعما تفضل انا شوف يا القلش. نمشيو نشوفو البالة وانا شنو كيدير. كيف ما كتواجه كيف ما كتشوفوا راه ماشي غير البنايه اللي كيلبسوا البوط، راه حتى شي ما عندها كتلبس البوط. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شحال تقيشره لابسه؟ بلا كدو ثلاثة. وشحال من تيشيرت؟ جوج. وشحال من جاكيطة؟ أربعة. يا اختي ماريو كيف ما كتشوفوا غنسولوا البهلوان اللي محيح معنا اليوم كيفاش شحال تقيشره لابسه؟ أنا؟ وحدة. ما يمكنش والله وفي هذا البرد. وشحال من تريكو؟ جوج. لا يمكن والله. السلام عليكم كيف ما كتشوفوا رجعنا مع واحد الصديق اللي داير واحد الكاسكيطه ولا لابس ربعه جاكيطات. والله الا ماريو خلى فيه خميجه. ماريو خلى فيه خميجه ولا هو ولكن واش قضى عليك البرد زعما؟ ديال بصح شوف اخويا سبعاني شوف شوف والله الا قيس سبعان كيدرسوا كرمو. قول لي انت واش عمرك شتي شي برد بحال هذا؟ لا خويا الله خويا ما عمرني شتي بحال هذا. انا راه قلت هادشي تكوينسات هادشي في حس ما كنشوف فيها. شي طريفه وقعت لي في البرد؟ شي طريفه وقعت لي في البرد. انا ما نكذبش عليك خرجت بتيشيرت والله الا كنت مسخر الوالده تلاقيت شي واحد غادي لواحد الدوار قلت لها نمشي معاكم وجيت بتيشيرت وتصيت وقفت ما نجير بحال هاد شكون تبارك الله عليك كيفاش كتشوف الناس اللي عايشين في هذا البرد هذا؟ اخويا اش غادي نقول لك الناس تبارك الله كتعاني يعني بالجال بصح والله الا جال بصح يعني هذا البجر اللي درتو يعني كنتمنى يعني توصل رساله للمسؤولين يعني باش يعطوا واحد الاهميه لهذ المناطق هذو يعني نتمنى ان شاء الله في اقرب واحد في اقرب وقت يعني بهذه المشاكل يعني بحال مثلا كنشوفوا الطريق يعني فاش جايين يعني راه لقينا الطريق مسدوده يعني بزاف ديال المصاعب اللي لقينا في الطريق ان شاء الله نتمنى توصل رسالة. شكرا بزاف خويا. شكرا لك نزول بيه بخير عبد الحاج. اختي داش كذا صاحبي اجي كتهضر العربية عمي كتهضر العربية شوية عندك مع العربية؟ والله إلا أنا عندي مع العربية. كيفاش عايشين أنتم في هذا البرد هذا؟ وعايشين مخصوصين مقهورين. حنا مقهورين في هذا البرد قهرنا البرد قهرنا التلج وقهرنا الهيف الهيف قهرنا هنا. واش ما كاين لا 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 معاونات من عند الناس؟ ما عندنا ما عمرش عندنا شي معاونة. ما عمرش شي معاونه من الدوله ولا من المسؤولين من نهار شدوا الاصوات ديال الانتخاب ومشاو بحالاتهم. ما عمر طلعوا علينا المسؤولين. ما عمر طلعوا علينا. ما عمر شفناهم حنا. المنتخبون هنا كيفاش دايرين؟ المجرتلين ما دايرين شيء. المجرتلين اعطيناهم الاصوات ومشاو بحالاتهم. وانت شحال انت في الدوار هذا؟ وكل العمر ديالي راه 70 عام عندي. وشنو هو القوت اليومي ديالك؟ ملي كتصور القوت اليومي ديالك ما غاتعيش؟ المتوكل على الله رزق المتوكل على الله ما عرفت ندير شي. الفلاحه زعما؟ الفلاحه كنحرسوا الفنا ونحرسوا الزرع وكنهزوا داك الشيء ويجيب ربي فيه التيسير وعايشين به. الله يحفظك عمي الله يسخر لك امورك الله يحفظك وتبارك الله عليك. حتى الله يجيب لك التيسير الله يحفظكم الله ينوركم الله المنصب ديالكم الله الله يعزوه لكم بجانب على كل شيء قدير. الله يحفظك. سبحان الله رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معنا اليوم واحد شوف وحق الله الا قتلتها في سطوريات من الصباح سطوري 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 ما كرموا صباعها ما كشف التليفون ما ديشارجا. اختي الله يحفظك قولي لي غا كيفاش جاك هذا البرد هذا؟ صراحه البرد واحد البرد ما نقدرش نوصفه لي كيف داير. المهم البرد البرد والثلج بزاف. وكيفاش حسيتي بالناس اللي عايشين في الدوار؟ حسيت بهم وكثر كاع والله حسنا والو. انا ساكنه في اكادير والبرد عادي يعني الجو معتاد. والله الا شفت شفت الدمع على يديك فاش دخلنا للدوار انا صراحه بكيت والله. واش غديري؟ دابا واش كنحكي لك داكشي علاش؟ لا ماشي مشكل. شنو 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 بغيتي من الجمعيات انهم شنو الرساله اللي بغيتي توصل؟ بغيت ان شاء الله كل شيء نوضي الضامن ويطلع يعني يطلعوا على الدواوير كاملين حيت ماشي غير هاد البلاصه اللي كاينه
كاينين بزاف ديال البلايص اللي كيعانيو من نفس المشكل، وكنتمنى ان شاء الله ان شاء الله يا ربي الكل فينا يعاون واحد يعاون واحد باش ندخلوا على اليوم الدفء في قلوبهم وفي حياتهم الشخصيه. وهذا شكرا بزاف. معنا اليوم رئيس جمعيه ايوز للثقافه والفنون السي حسن الشاطر. السي حسن، كيف رايت هذه الاجواء البارده؟ هذه الاجواء البارده زوينه زوينه. وانا بدي نسولك شحال القشره لابسه بلا ما تكذب عليا؟ وحده. حلف بالله. والجاكيطه شحال؟ الباري خليت فيه دي الشد. والباري خويا تونس ديالو نقول لك الصراحه، خويا تونس درت فيها المساعدات هادو. والله حنا كنعرفوك انت سي حسن انسان طيب، وهذا كيفاش 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 الرؤيه ديالك؟ كيفاش شفتي هاد الناس هادو والبرد ولابسين الصنداله وحنا اللي لابسين الصبابط والتقرسنا؟ والله سيدي لا، زعما بحال دابا كنحس بشي حاجه، درت شي حاجه كتحس بانك دخلتي الفرحه لهاد الناس هادو. وشفتك طلبتي من الناس ما يصوروش الدراري الصغار هادي؟ لا لا، ما كتسمى داكشي بحال هكا تجرب في الدراري الصغار، حنا ما بغيناش هكاك، حنا بينا نصلوا البادره الخير. علاش كنديروا كاع التصريحات؟ باش الناس تكون فيهم التشجيع باش يديروا مبادره تدخل المجتمع المدني. اما ماذا بينا حنا كاع صوره، ما بيناش حنا ندور الصور الدراري الصغار. راك عارف داكشي بانك زعما راك تاجر فيه وزعما درت الخير درت لا لا، راه قال لك دير الخير علني باش توري الناس باش يساهموا يديروا الخير اخر. شكرا السي حسن، كنشكرك على هذه البديله. حسينا درنا شي حاجه وكنشجعوا المجتمع المدني يزور هذه المنطقه هذه، دوار تمسوت يقلب تلدان جماعه ايمولات قياده تمالكت. وكنتمنى وكنرجع وكنطلب من المسؤولين السلطات المحليه يقادوا دوك الطرقان ديال الهيل ويديوها في هاد الناس هادو شويه. راه الناس راه زعما راه شحال زعما، خاصة في هاد الحالة هادي ديال فصل الشتاء فاش كطيح الشتاء وتيح الثلج بحال يرتلها. كيف ما كتشوفوا السي حسن يطالب الجمعيات المجتمع المدني وكيطالبهم، وفعلا نطالب، وانا نقول اي واحد بغى يدير شي بادره طيبه يلتج للدواوير، الدواوير اللي قرب الجبال البارده. وعاتي تشوفوا الحاله ديال هاد الاطفال، والله حتى داكشي كيقطع القلب. وشكرا. كما قال لك راه كيقطع القلب، وخاصه في هاد الفتره هادي. حنا دابا حنا اللي لابسين جوج جاكيطات ولابسين جوج سترا ولابسين درنا البرد، ماذا بينا هاد الاطفال هذا اللي لابسين السترا في قدام اللي ميكا ما تبقاش بلا ما عندهم ما تبقاش. حنا دابا بحال عطينا راه مازال ما عطينا والو، لان هاد الناس محتاجين بزاف. واحد دخل الفرح والسرور في هاد القلوب ديال هاد الناس هادو، راه كنطلبوا الناس يقبلوا الناس هاد الصدقه هادي. وهذا الشيء ليس غريب عن جمعيه ايوز، راه هادي الموسم الثاني فاش كدير هاد البادره هادي. وشكرا لكم. شكرا سي حسن، اللي شفت انا عبر اليوم وجايب واحد الرعيه عتيدي خويا. واش هاد البرد هذا كيقضي عليكم انتوما ولا انتوما ولفتوا؟ مولفين عادي يعني، القايده ديال البرد راه هي هادي، اي واحد راه يصبر اي حاجه. واش هاد البرد كيف جاك انت؟ جاك عادي؟ عادي. شحال تقيشره لابس؟ ها؟ شحال تقيشره لابس؟ غير وحده. شحال حنا راه لابسين جوج تقاشر لابس وحده غير لابسها. كيف كتشوفوا السيد من القاطنين هذا الدوار هذا وكيقول لك بلي هذا البرد عادي، انا بعدا راه تكلاسيت وكنتمنى. مولفين شنو نقول لك؟ بلاد مولف واحد البلاصه راه عادي كتجي عام. انتم اول مره كتجيو هنا اجيكم قاش جينا طرح شويه. تبارك الله عليك وشكرا بزاف. من لا مأوى لهم ونعم عليهم بالدفء، وارحم كل فقير يتألم ولا يتكلم. يا ربي امين والله يشوف من حالهم. وكنتمنى ان شاء الله اي جمعيه واي محسنين شافوا بحال هذا الشيء في الدواوير واللي كيكون عندهم البرد والثلج ان شاء الله يتعاونوا معاهم، حيت فريمون واحد الحاله انا بقى فيا الحال. الله.